مباشر مع مراسلتنا من فرنسا هدى فتوان. اهلا بك هدى. اهلا وسهلا زهور. اذا هدى انت في قلب الحراك بفرنسا، حراك الجزائريين في هذه المسيرات السلميه، هل لك ان ترصدي لنا الاجواء هناك؟ بالفعل زهور، نحن متواجدون هنا بساحة الجمهورية للأسبوع الخامس على التوالي. تواصل الجالية الجزائرية المغتربة مساندة الشعب الجزائري في هذه المسيرات السلمية المشرفة التي رسمت صورة مبهرة عن الجزائريين هنا كما ترين من خلفي. زهور أترككم مع الصورة، الرايات الوطنية ترفرف عاليا والجزائريون من كل الفئات، شيوخ كبار صغار وحتى الأطفال أتوا من عاصمة الفرنسية باريس وكذلك من عدة مدن أخرى لينادوا بمستقبل أفضل للجزائر، بمستقبل أجمل، ينادوا كذلك بالوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين الجهات أو المدن الجزائرية، بين أمازيغي وشاوية وهراني أو أي مدينة في الجزائر. الجزائر فوق كل شيء، هكذا يقول المغتربون رغم بعدهم عن الوطن، ولكن قلبهم، كيانهم، روحهم وكل شيء فيهم ينادي بتحيا الجزائر. 1-2-3 فيفا لالجيري تدوي دائما هنا في ساحة الجمهورية، وكما ترين الأخضر الأحمر والأبيض يجمع كل الجزائريين تحت راية واحدة. نعم هدى، إذا كما نلاحظ من خلال الشاشة أعلام الجزائر ترفرف، يعني هل المطالب هي نفسها المطالب التي يطالب بها الجزائريون هنا بالجزائر؟ يعني نفس مطالب الجالية؟ بالفعل الصورة، مطالب الجزائريين هنا هي نفس مطالب الجزائريين بالجزائر، المطالب بالتغيير، التنديد بعهدة خامسة للرئيس المنتهية ولايته، أيضا المنادات والمطالبة بجزائر حرة ديمقراطية، بجزائر تبني مستقبل أوضح وأجمل مليء بالأمل للجزائريين هنا وفي الخارج. الجزائريون هنا ربما أكثرهم يعني ممن ولدوا هنا أو مغتربين، ولكن يبقى الوطن الأم فوق كل شيء، مجنسون إن كانوا أو لا، ولكن الجزائر فوق كل شيء، ينادون بالإصلاحات، ينادون بوطن أجمل يرجعون إليه وقت ما شاءوا وكيف ما شاءوا. والأجمل من كل هذا ظهور أنهم هنا بفرنسا يرسمون صورة مبهرة مشرفة للجزائر. شكرا لك هدى على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا.